مشروعنا هو جهاز بيقوم بفرز النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي. المستخدم بيقوم بادخال قطعة النفايات داخل الجهاز، والكاميرا المتواجدة داخل الجهاز بتلتقط عدة صور لقطعة النفايات وبترسلها لنظام الذكاء الاصطناعي اللي بيحكي لنا هل هي ميتال او بيبر او بلاستيك، وبعدها بيتم توزيعها عن طريق المواتير الموجودة داخل الجهاز وعن طريق اللوحة الذكية. مشروعنا هو خوذة ذكية لأغراض عسكرية. مشروعنا بيحتوي على مجموعة من الحساسات لقياس العلامات الحيوية والصحية للجندي في أرض المعركة، ويحتوي على كاميرا لنقل البث المباشر إلى غرف التحكم ومتابعة حالة المعركة لحظة بلحظة. مشروعنا هو نظام الاتصال الآمن للمركبات في المدن الذكية، يهدف إلى توفير حلول الأمن والاتصال قادر على مواجهة مختلف المخاطر السيبرانية بكفاءة عالية.